وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج للمتعة. الفيديو ده للتسلية أثناء وجودك في البيت وقاية من فيروس كورونا، ففيه قصة ساخرة حقيقية يرويها بطل العالم لاسكر. هذا الفيديو أيضا يضم دور ضاحك، فكيف لا تكون الكوميديا على أشدها وأحد اللاعبين الكبار، بل هو أحد المنظرين في الشطرنج فاسكا بيرك، يخسر أمام لاسكر في 17 نقلة. ولكن قبل أن نرى هذا الدور التاريخي، هيا نستمع إلى لاسكر وقصته الضحكة. حيث وصل إلى أمريكا وهو شاب ولم يكن معروفا، وأثناء تنزهه وجد رجل عجوز يحدق في رقعة شطرنج. عندما رآه العجوز بادره بالقول: هل تلعب الشطرنج؟ فأجاب لاسكر الماكر: مارسته قليلا ولكن منذ زمن. فدعاه العجوز ليلعب معه دور شطرنج، وهنا قال العجوز: سأبدأ بدون وزير حتى تتضح الأمور. وأجابه لاسكر الماكر: موافق. وبالفعل تركه يفوز عليه، وتهلل وجه العجوز قائلا: هل تلعب مرة أخرى؟ لاسكر قال بصوت خافت: موافق، سآخذ بثأري. ولكن الدور انتهى كما انتهى الدور السابق، وقال العجوز: هل تلعب مرة أخرى؟ وهنا قال له لاسكر: لا، يبدو أن اللعب بدون وزير ميزة، فهو يعطي حرية أكبر للملك، اتركني أنا ألعب بدون وزير. وبالطبع فاز لاسكر بعد عدة نقلات، وقال العجوز مندهشا: كيف تفوز؟ لابد أن هناك خطأ ما، العب مرة أخرى. ولعب مرة أخرى والنتيجة كما هي، لقد فاز لاسكر بعد عدة نقلات قليلة. وهنا استعجب العجوز وقال وهو يرحل: يبدو أن الوزير قطعة سيئة بالفعل. والآن هيا نرى دور آخر، إيمانويل لاسكر بالأبيض أمام بيرك بالأسود، موسكو 1935. لاسكر بالأبيض ولعب E4، وبيرك لمن لا يعرفه هو صاحب الدفاع الشهير دفاع بيرك، اللي بيرد على E4 بالنقلة الصلبة D6، ومازال هذا الافتتاح يلعب حتى الآن. ولكن في هذا الدور فضل لعب C5، الدفاع الثقلي، نايت F3، نايت C6، D4، CD4، نايت D4، نايت F6، طالب البيضة، نايت C3 بيحميه، وهنا بيرك كمل بD6. ده بيسمى تفريع شفرينجن في الدفاع الثقلي. بيشوب E2، E6، كاسل، A6، ودخلنا في تفريع بولسن. بيشوب E3، كوين C7، وهنا لاسكر لعب F4. الموقف ده موقف معروف في الدفاع الثقلي، والاسود هنا بيكمل بالتعبئة بيشوب D7، او ربما بيشوب E7 ويبيت في جناح الملك. ولكن بيرك لم يقيم هذه النقلة جيدا وكمل نايت A5. بيرك اغراه احتلال المربع الهام C4، ولاسكر كمل بمكر F5. نقلة أخرى لها أغراض كثيرة، لكن بيرك وقع في الفخ ولعب نايت C4، طالب الفيل وطالب البيضة، والأبيض لابد أن يستغنى عن أحد في بيه. بيشوب تيكس C4، كوين تيكس C4، وهنا جاءت الضربة إف تيكس E6. بيرك بالطبع لو أخذ بالفيل هيبقى بيضة الجيه بيضة معزول، ولذلك انتهز الفرصة ولعب F takes E6. إذا قارنا بين موقف الأسود الذي قطعه ما زالت على أماكنها الابتدائية، والوزير متورط في الوسط، بينما قطع الأبيض أتمت تعبئتها والملك ذهب إلى الأمان. ولكن على أي حال لو الأبيض هنا لعب بأي سلبية، مثلا زي النايت F3، الأسود حيلعب فورا بيشوب E7 وحيستعد للتبييت، والأسود وصل إلى موقف مريح للغاية. إذن لابد أن ينتهز الأبيض هذه الفرصة، ولكن
كيف؟ لاسكر كمل بالتضحية الفجائية روك تي اكس اف 6، بيضحي بالفرق لكن بيكسب الدور، لان بعد جي تي اكس اف 6 المربع اتش 5 اصبح غير محمي بعد اختفاء الحصان، ولاسكر لعب سريعا كوين اتش 5 تشيك، والاسود يمكنه هنا التسليم. واذا كنت تفاجأت بهذه الكلمة فحنرى في النقلات القادمة الكثير من التحليلات، ولكن كأن شبكة المات أطبقت على الملك الأسود من كل جانب. فمثلا الملك لديه أكثر من اختيار، إذا ذهب للمربع E7 الأبيض هيكمل بالنقلة الرائعة نايت E5 تشيك، وإذا الأسود أخذ هيكمل نايت D5 تشيك، والملك لو ذهب للمربع E6 هيترك المربع E8 للوزير بكش، والدفاع الوحيد بيشوب E7 كوين E7 تشيك ميت. وإذا ذهب للمربع D8 الأبيض هيكمل ببيشوب B6 تشيك، كينج D7 إجبارية، كوين F7 تشيك، كينج C6، كوين C7 تشيك، كينج B5، A4 تشيك، كوين A4 إجبارية أيضا، روك تيكس A4، طالب كوين C4 تشيك تحت حماية الرخ، والأسود حتى لو أخذ الرخ هيتلقى المات بكوين C4 أيضا. إذن الكينج E7 لا تصلح. الاختيار الثاني هو الذهاب للمربع D7، وهنا الأبيض هيكمل بكوين F7 تشيك، والأسود له اختيارين. لو ذهب للمربع D8 هيكمل بكوين F6 بشوكة للملك والرخ، وهيخرج فائزا برخ كاملة. وإذا غطى بالفيل هيكمل بالنقلة الرائعة نايت F5، طالب ياخد الفيل بكش، وبالطبع الأسود لا يستطيع الأخذ وإلا هيخسر الوزير، وربما الدفاع الوحيد هو الروك E8، وهنا الأبيض هيلعب ببساطة روك D1، طالب ياخد على المربع D6 والأبيض هيفوز في كل التفريعات. فمثلا لو دافع بـ D5 E D5 روك D5 تشيك، والملك لازم يبتعد ويفوز بالرخ ويفوز بالدور. الاختيار الأخير هو اللي لعبه بيركي في الدور كينج D8، والأسكر حصره بكوين F7، طالب ياخد على المربع F6 بشوكة للملك والرخ، والأسود لا يستطيع الحماية ببيشوب E7، وإلا الأبيض هيكمل بنايت F5، طالب ياخد الفيل بتشيك ميت، والأسود لا يستطيع أخذ الحصان وإلا هيخسر الوزير. وإذا عد الوزير لحماية الفيل الأبيض هيلعب ببساطة نايت A4، طالب البيشوب B6 ويربط الوزير على الملك، والدفاع الوحيد هو الروك F8، هيرد ببساطة كوين H7 وبنفس التهديد، وربما الدفاع الوحيد هو كينج E8، وهنا الأسكر هيلعب كوين H5 تشيك، روك F7 نايت G7 تشيك. إذا الملك عاد مرة أخرى المربع D8 هيخسر وزيره ببيشوب B6، وإذا ذهب للمربع F8 هيتلقى المات كوين H8 تشيك ميت. إذن التراجع بالوزير لا يصلح، ويتبقى فقط الحماية بالرخ، وهنا الأبيض هيتألق بنايت تيكس D6 بشوكة للرخ والوزير، والدفاع الوحيد هو أخذ الحصان، وهنا الأبيض هيكمل بيشوب B6 تشيك، روك D1 تشيك. ورغم ان الاسود هيغطي بالوزير الابيض سيتركه ويكمل كوين C7 تشيك ميت، وبالتالي البيشوب E7 لا تصلح، وبيرك لعب في الدور بيشوب D7، وكمل الدور كوين F6 تشيك، كينج C7، كوين H8، وهنا بيرك لعب النقلة اليائسة بيشوب H6 على اساس انه يخرج باقل الخسائر. مثلا بعد كوين A8
هياخد الفيل بكش كينج اتش 1 وياخد ايضا الحصان، والاسود ربما له بعض الامل، ولكن الاسكر اجبره على التسليم فورا بنقله رائعه. يا ترى ايه هي؟ الاسكر لعب نايت تيكس اي 6 تشيك، وهنا بيرك سلم. الاسود ليس لديه اي دفاع، فلو اخذ بالفيل هيكمل كوين اتش 7 تشيك بيشوب دي 7 كوين اتش 6، والابيض هيخرج بقطعه وثلاثه بادئ ولا جدوى من الدفاع. ولو اخذ بالوزير هيكون ابتعد عن معسكر الابيض وهياخد الرخ في امان. وحتى بعد بيشوب تيكس اي 3 كينج اتش 1 الابيض هيخرج فائزا بفرق وبدائين وفوز سهل للغايه. ولذلك بعد ما لعب الاسود 17 نقلة فقط اضطر للتسليم. ولكن قبل ان نغادر عاوزين نقول، هل كان الاسكر يرى كل هذه التفريعات عندما ضحى بالفرق؟ بالطبع لا، ولكنه رأى ان بعد اخذ الرخ هيكون المربع اتش 5 متاح، ووصول الوزير وتهديد الملك مع وجود القطع البيضاء منتشرة على الرقعة وبيض الوسط. هذا الموقف بدون اي حسابات هيصل في النهاية الى فوز، او ربما على الاقل تعويض الفرق، وده فقط اللي رآه الاسكر عندما قام بالتضحية. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.